اتهامات جديدة يوجهها القضاء الأمريكي للحكومة الروسية بشأن قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت قبل عامين، حيث قالت وزارة العدل الأمريكية إن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات إلى 12 ضابطا في المخابرات الروسية فيما يتعلق باختراق شبكات كمبيوتر تعود لهيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة في 2016 وللحزب الديمقراطي. استخدم المدعي عليهم تقنيتين لسرقة المعلومات. أولا، استخدموا تقنية تعرف باسم التصيد الاحتيالي، والتي تتضمن إرسال رسائل مضللة وخداع المستخدمين للكشف عن كلمات المرور الخاصة بهم ومعلومات الأمان. ثانيا، اخترق المتهمون شبكات الكمبيوتر وقاموا بتثبيت برامج خبيثة سمحت لهم بالتجسس على المستخدمين والتقاط لقطات للشاشة وإفراز وإزالة البيانات من تلك الحواسيب، حيث اخترق المدعي عليهم حسابات البريد الإلكتروني للمتطوعين والموظفين في حملة الرئاسة الأمريكية، بما في ذلك رئيس الحملة ابتداء من مارس لعام 2016. وقال رود روزنستاين نائب وزير العدل الأمريكي في مؤتمر صحفي إن هيئة المحلفين حددت 12 ضابطا بالمخابرات الروسية بالاسم ووجهت لهم اتهامات بالتآمر للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت قبل عامين. أعيدت لائحة الاتهام اليوم لأن المدعين قرروا أن الأدلة كافية لتقديم هذه المزاعم إلى هيئة محلفين فيدرالية كبرى. يستند تحليلنا فقط إلى الحقائق والقانون وسياسات وزارة العدل. لقد أطلعت الرئيس ترامب على هذه المزاعم في وقت سابق من هذا الأسبوع، والرئيس على دراية كاملة بالقرارات القضائية التي اتخذت اليوم. وتأتي هذه الاتهامات قبل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.